السلام عليكم. تريد التعبير بالفرنسية وليس لديك رصيد لغوي، ولا يهمك. في هذا الفيديو سنتعلم أجوبة جاهزة، أجوبة عملية وإيجابية ستساعدك في الاندماج في المجتمع الفرنسي بسهولة، سواء في العمل أو في الدراسة، وأيضا ستساعدك في التعبير عن شخصيتك بإيجابية في المقابلات الشفوية، مثلا مقابلات العمل، وكذا في اجتياز المباريات. وسنختصر هذا كله في الفيرب أيمي، فعل يحب، وسنقوم بتصريفه في الحاضر جام. جام الله، أحب الله. جام مون بروفيت، أحب رسولي محمد صلى الله عليه وسلم. Le prophète, bimana ar-rasoul ou an-nabi. J'aime la langue arabe, uhibbu al-lughata al-arabiyya. J'aime également le français, uhibbu al-faransiyata kadhalik. Également, bimana kadhalik. Ou naqul, j'aime aussi le français. Yani nafs al-ma'na, également, ta'ni aussi. J'aime aussi le français وأحب الفرنسية كذلك. يعني هذا سؤال مثلا إذا طرح عليك الموظف يقول لك هل تحب لغتك الأم؟ تقول له نعم وأحب كذلك الفرنسية. J'aime aussi le français. J'aime cette chaîne YouTube. يعني أحب هذه القناة على اليوتيوب. J'aime mon père. أحب أبي. J'aime ma mère. أحب أمي. J'aime mes parents. أحب والدي. J'aime mes frères. أحب إخوتي. Le frère هو الأخ. J'aime mes sœurs. أحب أخواتي. J'aime ma femme, أحب زوجتي. J'aime mon mari, أحب زوجي. J'aime mes enfants, أحب أطفالي. J'aime les enfants, أحب الأطفال بصفة عامة. J'aime mon enfant, أحب ولدي أو طفلي. J'aime ma fille, أحب ابنتي. J'aime la vie familiale. أحب الحياة العائلية. J'aime ma famille. أحب عائلتي أو أحب أسرتي. J'aime beaucoup. يعني أحب كثيرا. يعني هذه أجوبة جاهزة. يعني دائما نستعمل هذا الفعل جيم ونضيف ما نشاء. جيم مون ترافاي، يعني أحب عملي. أما إذا قلنا جيم لو ترافاي بمعنى أحب العمل. جيم ترافايي أون غروب، أحب أن أعمل في مع الناس أو مع مجموعة. يعني أو نقول كذلك جيم ترافايي اون ايكيب، يعني اون ايكيب يعني لدي نفس المعنى. يعني وهذا السؤال يطرح كثيرا، الموظف يسأل كثيرا هذا السؤال، ما إذا كنت تحب العمل ضمن فريق؟ فتجيب أنت جيم ترافايي اون غروب، يعني هذا جواب إيجابي، أو جيم ترافايي اون ايكيب. J'aime partager l'information. أحب أن أشارك المعلومة. هذا في إطار دائما العمل. J'aime mon professeur. أحب أستاذي. J'aime mon école. أحب مدرستي. J'aime la musique. هذه بالنسبة للهوايات التي تحبها مثلا، تقول J'aime la musique. أحب الموسيقى. أو أحب جيم لو فوتبول، أحب كرة القدم.
J'aime apprendre de nouvelles choses. يعني أحب أن أتعلم أشياء جديدة. De nouvelles choses. J'aime faire du sport. يعني أحب أن أمارس الرياضة. Ou bien, إذا كنت لا تحب ممارسة الرياضة, تقول je n'aime pas faire du sport. Je n'aime pas faire du sport. لا أحب أن أمارس الرياضة. Ou bien, هذه أجوبة متفرقة ولكن تستعمل كثيرا في الحياة العامة. Je n'aime pas faire du shopping. يعني أنا لا أحب أن أتسوق. Le shopping وهي كلمة إنجليزية دخيلة على اللغة الفرنسية ولكن تستعمل كثيرا في الفرنسية. J'aime cuisiner. أحب الطبخ أو أحب أن أطبخ. J'aime chanter. أحب أن أغني. J'aime la lecture. أحب القراءة أو المطالعة. J'aime apprendre. أحب أن أتعلم. J'aime apprendre de nouvelles choses. هذه أظن أننا ذكرناها. J'aime le savoir. أحب المعرفة. J'aime la vie. أحب الحياة. J'aime les voyages. أحب السفريات أو السفر. J'aime le voyage. أحب السفر. J'aime voyager en train. أحب السفر على متن القطار. J'aime voyager en bateau. أحب السفر على متن الباخرة. J'aime voyager en avion. أحب السفر على متن الطائرة. J'aime la vie audacieuse. هذا بالنسبة إذا كنت تريد أن تعبر عن الهوايات هوايتك الشخصية مثلا. J'aime la vie audacieuse. أحب حياة المغامرة. J'aime la nature. أحب الطبيعة. J'aime relever des défis. أحب أن أقوم بتحديات أو أحب التحدي. Le défi est tahaddi. J'aime l'environnement. J'aime l'environnement. Bimana uhibbu al-bay'a. L'environnement. J'aime la vie à deux. Uhibbu al-hayat al-hayat zawjiya. Hada huwa al-ma'na. J'aime les valeurs humaines. Yani uhibbu al-qiyama. الإنسانية. Les valeurs, القيم. J'aime les valeurs humaines. أحب القيم الإنسانية. J'aime la diversité culturelle. أحب التنوع الثقافي. يعني هذه أجوبة جاهزة وكلها تعطي انطباعا أو تعطي نظرة إيجابية عنك. J'aime la diversité culturelle. أحب التنوع الثقافي. J'aime les valeurs sociales. أحب القيم الاجتماعية. J'aime mon pays. أحب بلدي أو أحب وطني. J'aime l'optimisme. أحب التفاؤل. L'optimisme, التفاؤل. وضدها le pessimisme ou le التشاؤم. J'aime l'optimisme. أحب التفاؤل. J'aime le respect. J'aime le respect. يعني لا نقرأ هذه السي لا نقرأها نقول j'aime le respect بمعنى أحب الاحترام. J'aime la réussite. أحب النجاح. نقول كذلك j'aime le succès. أحب الفوز. J'aime l'honnêteté.
J'aime l'honnêteté, uhibbu as-sidq. J'aime l'amitié, uhibbu as-sadaqa. J'aime la tolérance, uhibbu at-tasamuh. يعني هذه تدخل في القيم الاجتماعية العامة. هذه المعاني. J'aime l'égalité, uhibbu al-adl. J'aime l'ouverture d'esprit, uhibbu al-infitah al-fikri. J'aime la justice sociale, uhibbu al-adala al-ijtimaiya. J'aime le bonheur, uhibbu al-sa'ada. J'aime la propreté, uhibbu al-nadafa. J'aime la modération, uhibbu al-i'tidal. J'aime la paix, uhibbu al-salam. J'aime la paix et le respect, uhibbu al-salam wa al-ihtiram. J'aime le respect des autres, uhibbu ihtirama al-akharin. J'aime le respect de la loi, uhibbu ihtirama al-qanun. J'aime l'enthousiasme, uhibbu al-hamas. J'aime la nouveauté, uhibbu al-jadid. J'aime la beauté, uhibbu al-jamal. J'aime profiter de la vie, yani uhibbu an aghtanim al-hayat. Hada huwa al-ma'na. J'aime aider les autres, uhibbu an usa'ida al-akharin. J'aime celui qui m'aime, uhibbu alladhi yuhibbuni. J'aime ça. Yani, j'aime ça. Yani, uhibbu hadha. Yani, hadha al-shay. J'aime pas ça. لا أحب هذا الشيء. هنا في العامية الفرنسية نقول جيم باسا جيم باسا، أما في العام في الفرنسية نوعا ما فاميليال نقول جو نيم با سا. جيم با لي مونسونج، يعني لا أحب الكذب، لو مونسونج الكذب. جيم بيان ريسبكتي لو كود دو لا روت، أحب أن أحترم قانون السير، أو أحب كثيرا أن أحترم قانون السير.